لواء أركان حرب عصام عبد الخالق الشيخ مدير المركبات. جناح مجمع الصناعات الهندسية يا فندم بيتكون من 12 مركبة مدرعة، 8 يا فندم بالعرض الخارجي و4 بالعرض الداخلي. تصميم جميع المركبات يا فندم بمجمع الصناعات الهندسية، وروعي عند التصميم يا فندم التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية بما يتوائم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة. جميع المركبات يا فندم مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة، مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، وكذا أجهزة رؤية ليلية. جميع المركبات يا فندم مزودة برام فلات سيستم. تم إنتاج هذه المركبات يا فندم بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. المركبة تمساح 3 يا فندم تم تصميمها يا فندم بالتعاون مع شركة AM General الأمريكية على شاسيه هامر 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 وعدد الطاقم 6 فرد. المركبة تمساح 4 يا فندم تم تصميمها بالتعاون مع شركة مرسيدس الألمانية على شاسيه مرسيدس 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 عدد الأفراد 8 فرد. المركبة شربة يا فندم مصرية الصنع، تم يا فندم تصميمها بالتعاون مع شركة أركوس الفرنسية على شاسيه رينو 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 عدد الأفراد 6 فرد. وأخيرا يا فندم أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية المركبة تمساح 6، والتي تم تصميمها يا فندم بالتعاون مع شركة نيفستار الأمريكية على شاسيه نيفستار 4x4، وتحقق مستوى حماية حتى BR7 واستنك فور يا فندم. وأي أوامر يا فندم؟ رحب بسيادة الفندم السادة وزارة الإنتاج الحربي اللي بتعرض على سيادتك النهاردة 59 منتج، 6 منتجات في الساحة الخارجية و53 منتج داخلي. بنبدأ في أقصى اليمين هنا سيادتك منظومة الكهرو بصرية حورس واحد، واللي تم تزويدها بكاميرات نهارية وحرارية حتى مدى كاشف 5 كيلو فم. ثم بيليها الطائرات، منظومة الطائرات الهدفية عرابي، واللي بتستخدم في قيادة القوات الجوية لتدريب الأطقم على المدى القصير والمتوسط. ثم مراكز قيادة كتائب الرادار والصواريخ فندم، اللي بتبقى مسؤولة عن تجميع البيانات ودفعها للمستوى الأعلى. في الاستاند اللي قدام سيادتك هنا بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخيرتها، وكذلك قاذف القنابل الأحادي والسداسي والمتعدد فندم. كذلك بنعرض الرشاش المتعدد 7.62x51، ثم الوقود الصاروخي والعبوات الدفع بعد الأعيرة. ومستاذ حضرتك ان بنعرض من أهم منتجاتنا الحمد لله اللي قدرنا ننتجها لأول مرة على مستوى مصر بالتعاون مع أكبر شركة لإنتاج الصلب في مصر، وهو الصلب المدرع، وبننتجه بسمكات من 4 ملي حتى 15 ملي بمستويات حماية من 7.62x39 حتى 7.62x54. والحمد لله قدرنا أول مركبة مدرعة تستخدم هذا الصلب في مصر هي النسخة الثانية من سينا 200 اللي موجودة قدام سيادتك، اللي تم تعديل بعض مواصفاتها طبقا لمطالب إدارة سلاح المشاة في القوات المسلحة. وبنستأذن حضرتك في وجود وتشريف حضرتك إن إحنا نعلن عن أول راجمة صواريخ في مصر رعد 200 يا فندم. المركبة دي يا فندم تم تصميمها وتصنيعها بيد مصرية خالصة في الإنتاج الحربي. هي مزودة بمحرك 385 حصان، بتحمل قاذف صواريخ 122 ملي، بيتم التحكم داخليا من الكابينة كهربيا يا فندم. نظام الرماية أحادي أو بنظام الرشقات، الكابينة مكيفة، تم تجربة المسير عليها بنجاح، وتم تجربة رماية، وإن شاء الله بنوعد سيادتك إن دايما هيكون في منتجات جديدة وقيمة من الإنتاج الحربي. أي أوامر يا
في أطفال 57 متري على حالة ومجموعة مركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك وساعات المهام لا يمكن السيطرة على أعمال الأستاذ والقوات والأمين الجوي والهدوء والمنشآت الهامة. مركز يا فندم صمم وصمنا بنسبة 100% للعلاج المصري. عرفت بعض الشباب المصفحة قلوة وهذه العروة يا فندم تم تصليحها ولأول مرة في مصر داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع وبمستوى حماية بيفور وتلبي احتياجات وزارة الداخلية المصرية وبدرجة ممنعة حتى 67 في 39 وبها العديد من التجهيزات التي تلبي مطالب وزارة الداخلية. وبامتدادنا لهذه القدرة يا فندم احنا بإذن الله سبحانه وتعالى قادرين على إضافة أي تجهيزات إضافية تنفع لرب العالمين. منظومات مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وبالتعاون مع عناصر الجهوز الفنية للقوات المسلحة تم تصميم وتصنيع منظومات مجابهة الطائرات المسيرة حتى المستوى التعدوي بالإضافة إلى تصنيع جهاز مجابهة الطائرات المسيرة لتأمين القمع البحرية على المدار المختلف وتصنيع أجهزة الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية. جهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد وده يا فندم ثمر التعاون بين عناصر القوات المسلحة التخصصية والهيئة العربية للتصنيع. وده بيوصف مثل هذه الأجهزة بتصنع لأول مرة في مصر. الجهاز ده يا فندم انتجنا منه طرازين، الطراز الاول يخدم الاستخدامات العسكريه ويعمل على مستوى الكتيبه وما يعادلها، الطراز الثاني يا فندم بيخدم التطبيقات المدنيه والاستخدامات المدنيه في الممالك والمطارات والمنافذ الحدوديه للكشف الاشعاعي على الوالدات بالاضافه الى استخدامه داخل المستشفيات. وتبقى التوجيهات ذات يا فندم تم التعاون مع شركة دارسو الفرنسية لإنتاج بعض أجزاء الطائرات لشركة دارسو الفرنسية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع. وامتلاكنا برضه يا فندم لهذه القدرة بيأهلنا بقوة للدخول في سلسلة الإمداد العالمية في صناعة الطائرات. قامت شركة دارسو الفرنسية بعرض هذا الجزء في معرض لابورجيه بفرنسا خلال هذا العام. وإن شاء الله يا فندم مقام سيادتك احنا مستمرين وتبقى لتوجيهات سيادتك للتعاون مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وأي